لا بابا سالي. Thank you.
بكره الناس اللي كادر بكره ان شاء الله مرجع والله هو لقد بكره يدور منها ولكم ربنا يسلمك. Thank you.
Thank you.
شكرا حبيبي. شاير ما تريقلي جنبري. Thank you.
madam, please. Excuse me. Hello. Like this. Why? Show other. Hello, hello, hello. Sir, today we are going to learn a lot. Excuse me. What are you doing? Assurance, please sit down.
go, go, go. Madam, excuse me. السلام عليكم. اليوم غادي نتكلم ان شاء الله عن مبرر المغربي اللي هو عباره عن صغائر. غادي نتعرفوا على شفا ولا مغربي، شفا ولا شفا مغربيه، صحيه مغربي، حاله مغربيه، فتسميه جزيره للتعرف على بعض العادات والتقاليد في الطبخ لعدد كبير من الدول العالم. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله وصفه ديال السميده الرقيقه كنديرو لها حنا الحرشه، لكن هي بالحليب. غادي نبداو نتعرفو على المقادير. غادي نحتاجو فواكه جافه، غادي نحتاجو بيكنج باودر، غادي نحتاجو الفانيليا يعني لابون الفاني، غادي نحتاجو بيض، زيت أرغان، أملو، هذا غادي نحتاجو فقط ثلاث زيت، السميد الرقيق، السكر مسدد يعني السكر كاديدا، غادي نحتاجو الحليب والزيت وطبعا الملح. غادي نبداو على بركة الله. ആ പണി കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുറകെ കുടിച്ച വെള്ളം നീക്കി വെക്കാത്ത പറഞ്ഞ ¿Qué es lo que está pasando?
جگنگت اسلیپ پای کو نہیں ہے جا ہاں اور بتائی تو بتائی یہ کر کے رکھتے تھے کہ نہیں ہے ഇത്
Thank you.
دلورا شكرا حبيبي चायर में अत्तरी के लिए नंबर है
madam, please. Excuse me. Hello. Glass limo. Assurance, please sit down. Thank you.
go, go, go. Go. Madam, excuse me. السلام عليكم. اليوم غادي نقدم ان شاء الله عرض من عروض الطب المغربي اللي هو عباره عن صغائر. غادي نعرفوا على شفاونا مغربي، شفاونا شفا مغربيه، صحيه مغربي، حاله مغربيه، فتبيه الجزيره، للتعرف على بعض العادات والتقاليد في الطب لعدد كبير من دول العالم. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله وصفه ديال السميده الرقيقه، كنقولوا لها حنا الحرشه لكن هي بالحليب. غادي نبداو نتعرفوا على المقادير. غادي نحتاجو فواكه جافه، غادي نحتاجو بيكنج باودر، غادي نحتاجو الفانيليا يعني لابود الفاني، غادي نحتاجو بيض، زيت اركان، املو هذا غادي نحتاجو فقط ثلاث زيت. السميد الرقيق، السكر مسدد يعني سكر سديدة، غادي نحتاجو الحليب والزيت وطبعا الملح، غادي نبداو على بركة الله. ഇപ്പൊ ആ പണി കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുറകെ കിടന്ന് ഗ്ലാസ് കുടിച്ച വെള്ളം നീക്കി വെക്കാത്ത പറഞ്ഞ يعني الفكرة كتجي شيشة بزاف طرية،
كان يشتغل هذا في السليب باي كوني إن شاء الله
الباكستانية ومن
احلى شراء. Madam, please. Excuse me. Hello. Thank you.
ريمو كلاس كلاس ريمو Assurance, please sit down. Go. Okay.